عادة ما يكون السؤال الأخير هو الأصعب بالنسبة للصحفي سيادة الرئيس. ببساطة أقول، ما الذي تعنيه الجزائر لعبد المجيد تبون؟ ليس رئيس الجمهورية فحسب، وإنما المواطن الجزائري بالدرجة الأولى، الرجل الذي تدرج في مسؤوليات الدولة منذ شبابه، والذي عرف الجزائريين عن كثب، عرفهم دون وسيط. هو مثل ما يقول مثل من شب على شيء شاب عليه. الحمد لله ترعرعنا في بيئة وطنية تاع إيمان قوي، إيمان بالثورة، إيمان بالرجال، بالمقاومة، وترسخت فينا، صبحت تجري في الدماء تاعنا. الجزائر احنا عندنا في الدماء تاعنا كي محيط تاعي، ولذا في بعض الأحيان حتى لو كان يشوفوها في غير محلها نردد بعض أبيات شعرية تاع اللهيب المقدس، لأن هذاك هو الواقع تاعنا، هذاك هو الواقع. في بعض الأحيان يأسفني وقولها في ظروف أخرى، ربما عندي 16 سنة كنت نستقبل سفارة ونستقبل كذا كوزير، وهذا لما نعطيهم المعطيات حقيقية. اثنين منهم ودول قوية، اثنين منهم طرحوا لي نفس السؤال، علاش الجزائريين الاخرين ما يتكلموش باللغة اللي تتكلم فيها على بلادها؟ يعني شيء نأسف ليه، نأسف ليه. انا ما نلومش على الانسان اللي ما يعرفش، نلوم على الانسان اللي يعرف ويغطي الحقائق ارضاء لأسياد خارج هذه البلاد هذه. وما فيه سيد من غير الشعب الجزائري، وعايشين مع الشعب الجزائري، كابرين معاه، والقدرات تاع الجزائر أنا آمنت بها من وقت الصبا. عارف بلي الجزائر ما تشبهش الدول الأخرى في عدة جوانب، والظهر أمامنا إن شاء الله. وما زالت تشوف الجزائر تبرهن على أنها تشارك في صنع التاريخ في المحيط نتاعها إن شاء الله.